اسمه بغنى عن التعريف، وصل لنصف نهائيات برنامج ذا فويس بلاصقته الفرنسيه، وربح نهائيات برنامج دانسينج وذ ستارز بموسمه الثالث على الام تي في. مثل كمان دور بطوله بفيلم سينمائي اند اكشن، وهيك قدر يثبت حاله كمغني ممثل وراقص محترف. رحبوا معي بالصديق أنطوني توما. We're really glad you came. Merci, thank you so much. أنا مش طالعين سوا على بلاتو تيلي. سنتين يمكن. سنتين. سنتين. واو. أنت ضيف دايم من الآخر، يعني ما بنتخيل عم نصور من الآخر بلا ما تكون موجود. One of my favorite shows لأنه كتير الجو حلو، بيكون كتير خفيف وفي يكون حالة. Which is the nicest. شو تغير فيك من 2014 لهلا؟ شعري ما بعرف. لا دغتي بعدها أكيد. اللي تغير فيه نضجت. وستعرف حالي أكثر شو جاي بالي أعمل. شو جاي بالك تعمل؟ شو جاي بالي؟ جاي بالي غني بعدني، بس شو جاي بالغنى ستعرف حالي أكثر شو جاي بالي غني. What kind of music I want to do، شو وين بشوف حالي بالفيتشر. بعدين ستعرف أكثر الصعوبات اللي عم بواجهها كمان. أول مرة طلعت معك كان عمري يمكن 19. قد كان عمرك 19 أول مرة؟ هيك شيء. هلا قد عمرك؟ 25. 25 سنة. كيف بيقطعوا هالايام يا سلام؟ بيقطعوا كثير بسرعة. بيمي؟ بيمي صاروا 25. يس. صاروا 25 العمر كله أنطوني توما. ميسي. وقت الواحد بيكون على 25 سنة ببلش ياخذ قرارات، ببلش يحس حلو إنه أنا نضجت كبرت، بدي بلش أعرف حالي كاريرتي وين بدها تروح، ولا بعدنا مبسوط بالطلاق تبعي؟ إيه ببلش بانيك أول شيء. عملت بانيك؟ لا. قطعت بهالمرحلة؟ مش بانيك أزن إنه يعني الترانزيشن ما بين أنطوني هيدا الشاب اللذيذ اللي عم بيغني وأنطوني اللي اليوم خلص صار بده يخلص الأمور بطريقة جدية، قطعت فيها حسيت فيها ولا لا؟ أكيد هلا عم بحس فيها ودائما بحس فيها، والواحد بيصير يفكر شوي كمان إنه قديه بعد بدي أعمل هيدا الشيء. وأنا دائما بقول إنه بضلني أعمل هالشيء طالما عم يبسطني، إذا وصل نهار أنا ماني مبسوط بقى غني ما عندي مشكلة وقف غنى إذا ماني حس إنه هيدا اللي بدي أعمله. سو فار أنا كثير مبسوط غني وجاي بالي غني. طب مثلت هالتجربة التمثيل شو فادتك؟ ولا انت كمان كان تجربه لك شفت حالك كممثل ولا لا؟ اكيد كان تجربه، اجتني فرصه امثل، طلبوا مني امثل وقريت الدور حسيت انه بقدر اعمله، فقلت واي نوت بجرب. ولا مره كنت بطل ولا انت فرضت عليهم؟ لا هنا نقونا ما فرضت شيء عليهم. لا ولا لا ما فرضت. كنت لعبت دور ثنائي يعني كنت مثلت لو البطل كان شخص ثاني؟ كنت مثلت حتى لو شخص اذا حبيت الدور وحسيت انه قدر اعطي من 100% ايه كنت مثلت واي نوت از لونج از مرتاح مع الاكيب، مرتاح مع القصه، مرتاح مع الجو. طب انطوني عم بتقول لي نضجت موسيقيا، نضجت كمان؟ اكيد صوتي نضج، موسيقيا نضجت، ذوقي كمان تغير، حتى استعرف مع مين برتاح بالشغل بالموسيقى مع مين ما برتاح. تعلمت من اغلاطي، انا مطلع البوم بالفرنساوي كمان قبل، سو عندي ريبير شو عملت قبل مره ليش ما مشي من اغلاطي. ومن بتعترف انه غلطت؟ اكيد اكيد بعترف انه غلطت، ما غلطت بالالبوم الفرنساوي بس غلطت بالشويات اللي عملتهم، غلطت يمكن بالتفكير، فكرت كنت صغير كمان. كنت تعاملك مع انريكي إيجليسياس كان غلطه ولا عطيك شيء ولا؟ لا بالعكس غلطه، وقت اقول غلطه ما قصدي انه Let me be your lover مع انريكي كانت اكسبيرينس بتعقد وعلمتني كثير قصص، وحتى الالبوم غلطه اظن ستعرف اكثر كيف لازم افكر، بس لو ما غلطتهم هون الغلطات ما كنت وصلت لهون، سو ما بندم ابدا على ولا شيء عملته قبل. أنطوني توما أنت شاركت بالدانسينج وذ ستارز، ليلى بن خليفة كمان شاركت بهذا هالبرنامج، شو أغنيك، شو أعطيك، شو فادك، شو يعني نجحت من هذا البرنامج وتوصلت ونجحت بهذا البرنامج، كيف ترجمت هذا النجاح كله؟ هلا بتعرف قد ايه هذا البرنامج بيعلمك قصص، اول شيء بيعلمك قصص عن حالك، قد ايه فيك تتحمل تتمرن، قد ايه فيك تتحمل منتلي تضلك مركز. ميسي صحتين صحتين لألك انت بدك تشرب مش هو نجاحك. ميرسي. دانسينج وذ ستارز كتجربه، اول شيء صرت اعرف ارقص، صار في يزيد هذا الشيء على الشوات تبعي على الاغاني تبعي، صرت مرتاح مع جسمي اكثر، صرت مرتاح على الستيج اكثر، وتعرفت على عالم بعقده مثل ليلى ومثل هلا. وين ما بيقولوا لك ارقص بترقص يعني؟ لا
لانه كانه حدا عم يقول لك قدم لي، انت قاعد بمطعم وحدا قال لك قدم لي شيء. طب قوم ارقص ليلى بترقص معه. شفت ايش بتحط لنا شيء؟ هلا لا معمول يلا شيء سالسا جامد. ليلى انت صاحبه مع انتوني توما، بحبه كثير انتوني على الصعيد الشخصي. هيدا بدي اقوله، انتوني بيرقص منيح كثير منيح، بيغني بجنن، تمثيله بيعقد، اومانمون انسان شخص. Est-ce que tu as des défauts? عندك شيء هيك بروبليم مشكل؟ عنده سن جوا مكسور. ما بتشوفه هيدا المشكل. إلي بارفي. إلي مو فنان شامل. بس مش فنان بس كإنسان، إنه إنسان كثير طيب، كثير كصديق. إلي بارفي. متربي، كل شيء عنده. Thank you so much. أكيد عندي ديفويات، كل العالم عندهم ديفويات. نحن ما بنشوفهم. بعرف بجرب اشتغل عليهم قد ما في. بس في كثير عالم بحسوا انه وقت يقولوا انتوني توما كثير انه هذا الولد، يعني نحن وقت انا مثلا بشوف يعني اكيد عندنا كثير هالكلمتين حلوين، بس في كثير بيقولوا انه ايه انتوني الكراود تبعه هول الصغار بحبوه هيك. انه انت عندك شيء بلانز انه هيك للناس يمكن اكبر عمر ام لغير كراود، ام لان هيك دائما بنشوفك انه إيه هذا انتوني المهضوم الحلو بغني؟ لانه انا مني من الاولاد الصغار وكثير بحبه لانتوني. بس في ناس هيك بسمعهم دائما انه انتوني هو الكراود. هلا شو انا اول ما بلشت كان عمري 20 سنه وطلعت على ذا فويس، اكيد اوبسلي تينيجرز هن اكثر عالم رح يجوا اول شيء يتابعونا. بس whether or not this changes is up to you, up to people like you actually. اللي بيقولوا هيك هن بقروا اذا بيتابعونا ولا لا. يعني عالم وقت يقولوا للاولاد بيكونوا اكيد مش سامعين انا شو عم بعمل، ولا اغاني ولا حاضرين الفلومه ولا شيء، حتى عم يقولوا هيك، لانه لو بيسمعوا وبيحضروا وبيتابعوا اخباري. بس الفان بيز اليوم تبعيتك تقريبا اي ترانش داج؟ لا الفان بيز اكيد انا ما عم بضحك على حدا، الفان بيز تبعيتي موست اوف ات از ان ذا ايرلي ايجز، يعني بتوين 10 ل 25 يعني. اوكي. بس اللي عم بقوله انه في كثير عالم كمان من برات هيدي الترانش داج كمان. طب اليوم اغانيك بتنقي ريجستر جديد يلي بخليك اليوم تغني لناس يلي هن اكثر من 25 ورح ينبسطوا باغانيك، يحطوهم بالسياره، يحطوهم بسهراتهم؟ هلا الاغاني الجداد هيك كانت الدايركشن تبعيتهم، ديجا انا كبرت بالعمر سو صار التيم تبع الاغاني غير شيء، صارت الماتوريتي تبع الموسيقى والكلمات كمان غير شيء. شو صرنا نحكي؟ قبل كنا نحكي شو، هلا شو صرنا لا بتحكي عن ذات المواضيع، بس انت وقت تحب وقت يكون عمرك 7 سنين غير وقت تحب وقت يكون عمرك 25 سنه، سو بتحكي عن ذات المواضيع. بس القصص الطريقه اللي بتشوف الحياه فيها والحب فيها والعالم اللي عم تكون معهم فيها. اليوم عم تعمل خطوه كثير مهمه بكاريرتك. يس. مديت مع يونيفرسال؟ مديت مع يونيفرسال ميوزك بدبي. ثانك يو. الف مبروك. مديت بيونيفرسال. انا صار لي سنتين بعيد عن الموسيقى لانه رحت على لندن تعلمت تلحين وتعلمت غنى زياده بعد كرمال قوي حالي بهذا الموضوع، كرمال اعرف حالي اكزاكتلي شو جاي على بالي اعمل. جاي جيت لهون وانا بدي اقول لك ميرسي كثير كبير لبيير، لانه مش بس انت مأمن فيه من انا وصغير، من انا واصغر. بس بس كمان انت بحب اقول للعالم انه بيير هو اللي عرفني على البرودوسرز اللي انا اشتغلت معهم اللي هن سليمان دميان وطارق مجدلانه. ان اي ام فور ايفر جريتفل لانه النيفو اللي عملناه الاغاني الجداد انا ام سو براود اوف ات اند اي كانت ويت حتى يظهر والعالم يسمعوه وغير راي العالم. هذا اقل شيء فينا نعمله انتوني، لانه وقت نشوف قديش عندك طاقه بنلاقي انه لا، اذا فينا اليوم نجمعك مع الاشخاص اللي هن عندهم نفس التفكير وهو الاشخاص بيقدروا ينقلوك لمرحله ثانيه، اكيد ما نبخل عليك بهيدا الشيء. انا انبسطت كثير. فيي بس اخذ دقيقه بس تجاوبك كمان على شو طموحي انا لبعدين. اللي جربنا اللي احنا دقينا، انا دقيت على يونيفرسال على الباب وقلت لهم بدي احكي معكم، عندي فكره بدي اعملها، والفكره تبعيتي الفيجن تبعيتي كانت انه انا ما بدي بلش من برا وفوت لجوا،
بغيت لبنان واجى على لبنان. بدي فرجي انه نحن في عنا ماركت هون بيسمع الاغاني الانجليزي اللي انا بغنيها، ونحن وقت نروح نفول كونسير لشاكيرا ب 20,000 شخص عم يحضر شاكيرا، فينا نفول 20,000 شخص عم يحضر انتوني توما هون او عم يحضر حيلا شخص ثاني من الفنانين الموجودين تالنتس الصغار اللي they are as talented if not more talented than العالم برا. So my vision and my plan for the future is انه نبلش هون بريجن نكبر البراند تبع انتوني توما ونكبر نوسع الموسيقى لعالم يسمعوها اكثر، وهوبفلي نطلع لبرا ونفرجي انه وي ديد ات من هون. مش هيك عم نشتغل مع بروديوسر تبعك بتقطع البلاتو وقت اجى انتوني قبل بمره. مين يلي اكثر شيء حس اليوم الحديث صار غير ساري؟ انا كمان كنت عندي فكره بس على اللي كنت عم بتقوله بعدين بجاوبك، انه على قصه الانترناشونال فيم انه انت عم بتقول هلا انه من لبنان تطلع لبرا، بس انت انه از جول منك يعني مطرب عربي انه صح. بالبلاد العربيه دونك في انترناشونال فيم يلي انت بتحب يمكن توصل له وعندك اياها تو سيرتن ديجري، فقديه بتلاقي انه وجودك بلبنان وانت كونك لبناني هو هانديكاب او ساعدك لانه عامل لك شورت كات بقصص؟ ف اكيد وجودي بلبنان بيساعد القصص من ميلي، بس من ثاني ميلي كمان بيعطيني ادج على غير عالم. رح اقول لك ليه، انا بلبنان اللي كنت دائما عم بواجهه برا بلندن وبفرنسا كان السؤال هو انه ليش العالم هاو ار ذي جوينغ تو ريليت تو يو as a person, as an artist. And I couldn't find the answer to that. And my only answer was the people who are going to relate to me هن العالم اللي هون، لأن أنا من هون وهن بيعرفون. وبقول ليه بتغني بالعربي، ليه بتغني بالإنجليزي ما بتغني بالعربي ما أنت لبناني؟ نحن كلنا بنحكي عدة لغات. دائما بجاوبهم زيت الشيء إنه أنا بغني بالإنجليزي من ورا لبنان، ما بغني بالإنجليزي أني أعيش برا، أنا ربيت كل حياتي بلبنان، كلنا بنحضر فلومي بالإنجليزي وبنسمع أغاني بالإنجليزي. بس لما عملنا دانسينج عملت غنية مع محمد وعجبتني كثير، وأنا من الأول كنت بقول لك إنه بنوجه له تحية بحبه كثير كمان محمد، وقلت لهم انه الايديا كثير حلوة، وقلت لك انت انتوني لانك لبناني وعربي ليه ما بتعرف نفس ستايل بس بالعربي الا الكلمات مش ستايل بيتغير، ما فكرت فيها كمان؟ اكيد دائما بفكر فيها لانه دائما العالم بيسالوا زيت السؤال، وبجاوبهم دائما بنكتة اصلا انه اذا هيك ليش بدك تاكل برجر كل بس طوق كل حياتك ما تاكل برجر، لانه اتس امريكان او اتس نوت فروم هير. فكرت فيها اكيد وجربت اللبناني مع البصري والبندوريه مع هالشيء. بتذكر شو كانت كثير حبيت انك قلت لك انه ذس از اكزاكتلي وات وي ونت تو دو، يعني هلا بالاغاني الجد انا عم غني بالانجليزي بس اول ذا ارت ورك اول ذا فيجوال از جوينغ تو هاف ا تاتش من هون. طب سمعنا شيء عن القصص الجديده اللي عم تعملها؟ ما توش لي بعدين هيدا التيست، فيك سمعنا شيء؟ اكيد بسمعكم شيء بس ما تعمل كفته برجر. لا مش زفوا له زفه كثير كبيره لانتوني توما. يلا so blessed, not sure that I deserve to watch the sunrise on your curves. Wish I could keep you here, wish I was your career, so you don't have to go to work, we'd go back to sleep. I'd kiss you on the nose, just like the movies pull you close. Wash the days turn into night and do the things we like. Don't go, I wanna live in slow-mo. Cause every morning goes too fast. We can make the moment last if you just get undressed and come back to bed. I know it sounds absurd, but that's life I've heard. It seems you only get one chance, and it's not even sure. One thing I'm certain of is that it's safe to say I've loved. We
wish I could keep you near, whisper love to your ear. If only I could find the words so you would never leave. We'd stay in bed all day, kiss while the pizza's on its way. Don't go. If only we could press pause so I can keep you by my side. Watch the days turn into night into the things we like. Oh, don't go. I wanna live in slow-mo, 'cause every morning goes so fast. We can make the moon last if you just get undressed back to bed. Beautiful. رائعة أنتوني توما، مثل دايما هالغنية من كلماتك. واو. رح أطلب منك تقعد دغري على محلك تنروح على الأسئلة السريعة 60 ثانية. بدي أشوف كم سؤال فيك تجاوبني عليه بها 60 ثانية. بدك تجاوب بكلمة واحدة. كلمة واحدة. أوكي. بنبلش 60 ثانية كلمة واحدة. بدك تجرب قدر الإمكان تعطيني أكثر عدد من الأجوبة. اتفقنا. من الآخر، لبنان أو فرنسا؟ لبنان. داون تاون بيروت أو شانزليزي؟ داون تاون بيروت. الغنى أو التأليف الموسيقي؟ الغنى. مايكل جاكسون أو ستيفي وندر؟ مايكل جاكسون. برونو مارس أو جاستن تيمبرليك؟ جاستن تيمبرليك. أو جاستن بيبر؟ جاستن تيمبرليك. The Voice أو Dancing with the Stars؟ The Voice. إنريكي أو محمد عطية؟ محمد عطية. بيانو أو جيتار؟ بيانو. رقص أو تمثيل؟ رقص. بتمثل بمسلسل أو سينما؟ سينما. فيديو جيمز أو PS4؟ على التليفون تلعب أو PS4؟ مغروم ولا لا؟ مغروم. شو اسمه؟ جيسيكا. هزته هلا. شو الرياضة المفضلة عندك؟ شو الرياضة المفضلة عندك؟ الباسكتبول. فيسبوك أو إنستغرام؟ إنستغرام. منقوشة أو كراسون؟ منقوشة. موس أو شوكولا أو حلاوة بالجبن؟ موس أو شوكولا. موس أو شوكولا. كم جواب عطيني؟ كم جواب؟ اسم الله عليك. 15 سؤال. برافو عليك يا توما. تفضل. سريع كان، سريع وعطى كل الأجوبة. رح عندي معك ليلى بن خليفة من الآخر. شو حابة تقولي له؟ من الآخر بلك يا صديقي، 55 عليك مثل ما نقولوا بالتونسي، لأنك أوثنتيك، أن أرتيست كومبلي، وكل مرة بتغني لايف. كونتينيو كوم سا. ميرسي بوكو. سالي الخازم من الآخر. كونتري ميوزك، هي بتعدى الغنية أو بلد؟ بأي أرجيس؟ إيه بلد. سوفت بلد، يا. أوكي. Did you like it? Loved it. Really, really perfect. عبين ما تغني بلدي مش بلد بس. جسكوري من الآخر. أنا رح أختلف معك بيير. أنا بدي أقول شغلة، كل اللبنانية بيسمعوا أجنبي. ما بعرف ليه وقتها بيكون لبناني عم بغني أجنبي بنطلب منه العربي. أنا I love your music. Keep doing what you're doing. I absolutely. Love it. Thank you so much. It means everything to me. رشيد بحصلي. بحب لك إنه بول أنكا ونيل صداكا اثنيناتهم لبنانية، بولس عنقا ونيل صداكا. صح. ما مشكلة إذا أنت صرت عالمي كمان، يعني بالعكس. إذا لغيت. وميكا كمان لا ميكا بس تعرف الفرق شاكيرا بتعرف شو حيكون الفرق بينه وبينهم وسلمى انا بلشت من هون. برافو مزبوط زهير طويل وهذا كان بدي اقوله انه برافو عليك العالم بيشوفوا له انتوني انه ايه غنى ومبسوط وشاب حلو هيك بس انه يعني عن جد واحد وقت يفكر قد ايه في شغل وراها ومثل ما قال دق على البواب وركض يعني اتس بزنس بنهايه الطريق وبعده يعني لهلا عمره 25 سنه وبلش عمره 20 سنه سو كثير تعب اكيد تيوصل لهون فعن جد برافو عليك انتوني ثانك يو سو ماتش انا بدي كل واحد قاله كله بدي زيد بس عليه شغله بالعربي هيدا هيك اذا بدك بلدي يقبرني جمالك وكمالك قضية توما تعقيبا على اللي قاله زهير طويل نحن اصدقاء وانا شفت قديش تعذبت قديش ركضت قديش سافرت قديش لحقت الميتينجات قديش اليوم شركات الكبار بيعطوك ميتينج بيرجعوا بيأجلوا لك الميتينج بيرجعوا بيغيروا لك بهول القصص ولا لحظه فقدت الامل ضليتك رايح دغري بدك هيدا الديل وقدرت تعمل هيدا الديل على امل اليوم نقدر نشوف انتاج عالمي مع يونيفرسال مثل ما وعدينك نقدر نشوف اسمك عامل مع اكثر واكثر بالعالم كله دائما وعدنا هيدا الشيء قد ما كبر اسمك خليك عم تجي عند الاخر دائما هدول العالم
أنتوني توما شكرا كثير لو رجعت معنا. في أنا كمان أقول من الآخر أكيد أكيد أنت فيك تقول من الآخر يا أنا من الآخر بدي أقول لكم إنه عن جد ما في أحلى من هالقعدة وما بينشبع منكم. ميرسي كثير وميرسي على كل شيء قلتوه. It means a lot to me. بيير ميرسي على support دايمون. It's an amazing support and you are a great friend. عن جد غير إنه interviews وتي في وهيك you are a great friend. ومرات بيعطيني even advices that are very important to me that I learn a lot from. وبدي أقول للعالم please ضلكم stay tuned تابعوني لأنه it's about to blow up and I can't wait. خليكم عم تتابعوا أنتوني توما, خليكم عم تتابعونا كمان على السوشيال ميديا. أهم شيء ما تروح على محل بريك كتير صغير بغير من بعض متابعين حلقتنا لليلة بريك ومنرجع. Sip a Cardi like it's your birthday, and you know we don't give up 'cause that's your birthday. You can find me in the club, bottle full of bub. My mind got what you need, if you need to fill the buzz. I'm in the accent.